السلام عليكم، ايه الاخبار؟ وبعد فور يعني بعد غياب طويل قوي قوي اخيرا احنا موجودين في السيت اب الجديد من تاني. يعني عمالين نعدل الصوت عشان ما يضايقكمش، ولكن اخيرا قلنا لازم نكون ظاهرين معاكم. النهارده بقى عندنا مراجعه افضل تابلت موجود في مصر في عام 2021، وهو الريلمي باد. تخيل لما تكون شركه لسه داخله السوق المصري او لسه داخله السوق عامه من ناحيه التابلت وتعمل لك افضل تابلت موجود في مصر. التابلت ده عجبني كتير جدا الفتره اللي فاتت اللي انا كنت بجربه فيها، وهو بصراحه بقى التابلت بتاعي انا الشخصي. في كام مميزات كده وفي عيب واحد ممكن يقتل التابلت ده، خلونا بقى نعرفه مع بعض في الفيديو ده. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده وتفعل زر الجرس عشان تتابع الفيديوهات اللي جايه المثيرة. يلا بينا، خلونا اقول لكم على اول ميزة عجبتني في التابلت ده، وهو بصراحة الديزاين. ديزاين التابلت او تصميم التابلت ده ما كانش تصميم عادي. يعني انا كنت متوقع ان ريلمي بتنزل ريلمي باد بتاعها في اول تجربة ليها، فطبيعي ان هي هتبقى يعني تجربة مش قد كده، ممكن تعمل لك تابلت بلاستيك رخيص، ولكن ما كنتش متوقع ان ريلمي تعمل لي تابلت بالكامل من الالومنيوم. التابلت ده فيه شبه كبير جدا من التابلت بتاع او الباد بتاع ابل الاخير، ولكن التابلت هنا جاي رفيع جدا، وهم مسمينه باد مش تابلت عشان هو حرفيا ما فيهوش اي سمك اطلاقا. الباد اللي هنا كان تصميمه مميز جدا، الومنيوم قوي جدا مع الخط اللي موجود في الظهر من ناحيه الكاميرا اللي بلون سيلفر شويه، مع كلمه ريلمي اللي مكتوبه بشكل كويس وشكل هادي، وبقيه الظهر كله معلوش اي حاجه خالص غير الكاميرا الدائريه زي ما قلت لكم شكلها كويس قوي. عندك بعد كده زراير الفوليوم اب والفوليوم داون اللي موجوده ناحيه اليمين، وبعد كده الباقي كله عندك فيه مخرج اللي بيتحط فيه شريحتين لان التابلت جاي بيدعم الشريحتين، وعندك من فوق كمان السماعتين التانيين السبيكر مع زرار فتح وقفل التابلت، مع تحت كمان ان انت عندك سماعتين تانيين، يعني التابلت جاي باربع سماعات ودي ميزه قويه جدا هنتكلم عليها قدام، مع الشاحن بتاعه التايب سي، وعاملين حركه بصراحه عجبتني جدا جدا جدا، وهم حاطين مدخل السماعات القياسي 3.5 ملم جاك ناحيه الشمال، ودي بالنسبه لي انا بصراحه كانت غريبه قوي. النهارده معظم الموبايلات والتابلتس اللي بنشوفها ما فيهاش المخرج 3.5 ملم جاك، ولكن هنا لدرجه ان هم حاطينه. اي نعم ما فيش سماعه في العلبه كعاده ريلمي، ولكن هم حاطينه، ودي حاجه كانت كويسه جدا بحيث الناس اللي حابه تكون تجربه الالعاب احسن تجربه للالعاب بصراحه، بعيد بقى عن كل السماعات الترو وايرلس دي التي دبليو اس، كانت السماعات اللي بتتركب بهيدفون جاك هي دي السماعه اللي هتديك اعلى كواليتي ومش هتديك اي تاخير خالص في الصوت. فالتابلت كويس جدا كماتيريال، وزنه خفيف قوي رغم ان حجم الشاشه بتاعته كبير، ولكن الحجم هنا وبتوزع بشكل صحيح جدا على التابلت، وتقدر فعلا ان انت تتعامل بيه بكل سهوله. التصميم عجبني وما عنديش عليه اي اختلاف، لو انت ليك راي تاني في التصميم بتاعه تكتبوا لي تحت في الكومنتات. تاني حاجه عجبتني بصراحه وهي الشاشه، وخليني اقول لك الشاشه ليه ابهرتني هنا بشكل مش طبيعي. مبدئيا الشاشه اللي بتيجي هنا هي بتيجي بحجم 10.4 انش، وطبعا الحجم ده كويس جدا على تابلت، ومع ذلك بتيجي 240 بي بي اي. واول ما سمعت ال 240 بي بي اي قلت بس ده انا هلاقي شاشه قدامي ببكسله، ولكن اللي لقيته عكس كده والله اطلاقا، ان التابلت ده فعليا اتحط انت هنا بقى على جنب كده، التابلت ده الشاشه بتاعته ممتازه جدا، وريلمي قادره تظبط الالوان بتاعت الشاشه دي بدرجه مش طبيعيه، وتقريبا طول ما انت مقرب من التابلت او من شاشه الباد نفسه انت مش هتشوف منها اي بكسلات خالص من اي نوع، فعلا البكسلات مش باينه اطلاقا، ودي كانت حاجه مبهره جدا وغريبه قوي بالنسبه لي. معقوله انا مش هشوف اي بكسله خالص في الشاشه؟ وبالفعل ده اللي لقيته. حتى بالظبط وانت بتتفرج على اي محتوى على يوتيوب، على افلام، على نتفليكس، على يوتيوب، كل حاجه هنا بتشتغل بشكل كويس جدا، ومع ذلك برضو انا لقيت ميزه قويه جدا بجانب الشاشه، وهي السماعات اللي فوق ستيريو بشويه اللي مدعومه من دولبي اتموس. لما نيجي نبص على الاربع سماعات اللي هنا بيدوني صوت كويس جدا، صوتهم عالي جدا، صوتهم نقي جدا، ولكن للاسف فيهم عيب واحد بس، وهو ان الصوت بتاعهم
فلات. فلات يعني مفيش ادوات انت بتقدر تسمعها، ما بقدرش افصل ما بين كل اله موسيقيه انا بسمعها، ما بقدرش ادي تفسير الاله اللي بتتلعب في الباك جراوند دي نوعها ايه بالظبط يعني. ولكن مع ذلك انا شايفه حاجه كويسه جدا، انا بقول لك بس ملحوظتي على الصوت، ولكن هو كصوت قوي جدا سواء في الرن بتاعه او حتى خلال سماع الفيديوهات بتاعته برضو بتيجي بشكل كويس جدا. والتابلت ده هيفيدك في مشاهدة المحتوى اكتر من الموسيقى، يمكن الموسيقى بتحتاج زي ما احنا قلنا تفسير الادوات الموسيقية، ولكن هنا هو مايل اكتر ناحية مشاهدة الافلام، يعني هتسمع صوت كويس، وده حاجة كويسة جدا لو بتلعب عليه لعبة ببجي فانت هتقدر تسمع سماعات ستيريو رباعية، فانت هتعرف الخطوة اللي جايلك منين اتجاه بالظبط. وبما اننا اتكلمنا عن لعبة ببجي يبقى اكيد لازم نتكلم فيها على اداء الموبايل ده، على اداء التابلت ده. ولكن قبل ما نتكلم على اداء التابلت ده خلونا نتكلم مع بعض كده على المواصفات التقنية اللي بيجي بيها الريلمي باد. ريلمي باد بيتوفر في مصر بنسختين، نسخة 3 مع 32 جيجا ذاكرة داخلية ونسخة 6 مع 128 جيجا ذاكرة داخلية، والاثنين بيشتركوا في المعالج اللي هو هيليو جي 80. وانا شايف السنه دي ان سلسله معالجات ميديا تك بدات تسيطر على السوق بشكل كويس جدا، وبيني وبينك بصراحه هي ادتني بيرفورمانس اعلى من اللي ادتوني سناب دراجون خلال 2021. لما نيجي نقيس التوليفه دي كلها مع 7000 ملي امبير بطاريه وشاحن سريع ال 18 واط اللي بيدعم التايب سي، التوليفه دي كلها بتوصلني في الاخر لأداء مستقر جدا 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 يوميا. ولكن برضو قبل ما اتكلم على الأداء المستقر جدا يوميا محتاج اتكلم على السوفت وير الرهيب هنا، سوفت وير ريلمي اللي ابدعته. انا كنت متخيل ليه ممكن تجيب سوفت وير بتاع الجهاز الموبايل العادي وتحطه على التابلت، ولكن ريلمي طلعت اذكى من كده بكتير وعرفت ان التابلت الناس عايزاه يكون سلس، ما فيهوش لاج كتير، ما فيهوش اوبشنات كتير، خاصه ان دي حاجه مش بتتحدث يوميا. فعلشان كده حطت معالج كويس مع رامات وذاكرة داخلية تناسب احتياجات كل واحد فينا، بالإضافة لحاجة مهمة جدا وهي السوفت وير الريلمي باد. الريلمي باد ده سوفت وير أو واجهة ريلمي الجديدة المخصصة للتابلت فقط لا غير، ودي الإصدار فيرجن 1 منها. وفعلا السوفت وير هنا كان سلس جدا، تقريبا شالوا من عليه كل حاجة خاصة بريلمي وسابولك هو الأندرويد الخام، بس اضافوا عليه بعض الكستمايزيشن الرهيبه جدا. ولكن كبرامج يعني لما تيجي تفتح مثلا الجاليري هتلاقي جوجل فوتوس، لما تيجي تفتح الفايل هتلاقي الفايل مانجر بتاع جوجل، فبالتالي كل حاجه موجوده عليه خام، ودي ادتني سلاسه في التطبيقات رغم ان الشاشه اللي هنا بتيجي شاشه عاديه جدا 60 هرتز، هي 10.4 ولكن 60 مش 90 مش 120، ولكن التنقل ما بين التطبيقات سلس بشكل مش طبيعي. حتى المالتي تاسك اللي هنا بتقسم بتقسيمه حلوه جدا وبيفتح لك كل ايقونتين تحت بعض بشكل كبير، فبتقدر تشوف المحتوى اللي كان مفتوح عليهم. وطبعا الاداء هنا كان رهيب جدا سواء سوشيال ميديا انستجرام فيسبوك واتساب، كل البرامج بتاعتك هتشتغل معاك بشكل سلس قوي. ولكن خد بالك من نقطة ان النسخة ال 3 جيجا رام ما بتحتفظش بالتطبيقات المفتوحة في الخلفية لاطول فترة ممكنة، وده طبعا عشان 3 جيجا رام. اعتقد النسخة الستة هتحتفظ بشكل اكبر بكتير جدا وهنقول اسعارهم في اخر الفيديو. خلوني بقى دلوقتي اقول لكم تجربتي مع الالعاب اللي انتوا كلكم مستنيينها. هيليوس جي 80 انا كانت النسخة اللي انا ماسكها كانت النسخة ال 3 32، يعني النسخة الاقل اللي انا بجربها، ومع ذلك ادتني اداء قوي جدا من ناحيه اللعب. ببجي بتشتغل هنا على اعلى فريمات ممكنه، بتشتغل على الهاي فريم ريت وعلى الهاي جرافيكس بكل سلاسه، ما عنديش فيها اي مشكله اطلاقا، ما فيش اي دروب تيست بيحصل خلال تجربتي للعبه، ما فيش اي دروب فريم سقط اطلاقا. ومع ذلك برضو انا لقيت ان لعبه اسفلت 9 شغاله بشكل كويس جدا والاداء حلو جدا ومفيش اي بيكسلات في الشاشه ومفيش اي فريمات بتقع، فاقدر اكد لك لو انت محتاج التابلت ده علشان تلعب عليه فده حرفيا ارخص تابلت موجود للالعاب، ولو انت محتاجه علشان تشتغل عليه او تتابع مثلا افلامك المفضله على نتفليكس ويوتيوب برضو هيكون مميز جدا ليك. لو انت واحد من الناس زي حالاتي بتحب احيانا تفتح السوشيال ميديا بتاعتك وتقرا البوستات الطويله من خلال تابلت فده برضه هيكون احسن حاجه ليك.
فهو من ناحيه الاداء انا طولت شويه، ولكن من ناحيه الاداء انا ما شفتش عليه اي غبار اطلاقا وما زعلنيش تماما. ومن ناحيه البطاريه فانا كنت منزل سكرين شوت كده على انستجرام، للي فيكم مش متابعين على انستجرام هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن، اعملوا فولو وتعالوا اقول لكم ايه اللي انا لقيته. اللي لقيته بقى اللي مش متابع انستجرام، ان انا التابلت ده اول ما طلعته من العلبه كان 55% بطاريه، تقريبا استهلكته 3 ساعات ونص والتابلت فيه 25% البطاريه، فتقريبا كل 3 ساعات هيستهلك 25، يعني السكرين اون تايم بتاع التابلت ده بيقدر يوصل لاكثر من 9 و10 ساعات سكرين اون تايم، ودي حاجه ما كانتش موجوده اصلا في 2021. يمكن انا معايا التابلت بتاع سامسونج التاب اس 6 لايت ومع ذلك بطاريته أسوأ ما يمكن، البطارية حرفيا بتستنزف، ولكن هنا ده راجع لسوفت وير ريلمي القوي جدا جدا جدا. طبعا التابلت بيتشحن في فترة طويلة شوية، تقريبا ساعتين ساعتين ونص، ولكن أنا ما عنديش مشكلة خالص ما دام البطارية بتقدر تقعد معايا باليومين وبالثلاث أيام وبالأربع أيام من غير مشاكل. طبعا عشان ده تابلت فطبيعي كان لازم يجي بكاميرتين، والكاميرتين اللي هنا هي كاميرا أمامية وكاميرا خلفية، وبعيدا عن لغة الأرقام لأن أنا ما بحبهاش، اداء الكاميرات ده في المجمل كان عامل ازاي؟ الكاميرا الاماميه لو انت بتعمل مكالمه على سكايب او مكالمه مثلا على فايبر او على اي حاجه فيديو كول انت بتستعملها، فهي تديك اداء كويس بس عايزه ضوء قوي. الكاميرا الخلفيه والله مش وحشه، وزي ما انتم شايفين نتائج الصور للكاميرا الاماميه والخلفيه هي مش وحشه اطلاقا، ولكن ما تتوقعش حاجات كتير قوي، لان اصلا الاب بتاع الكاميرا ما فيهوش حاجه، هو عباره عن اب فاضي، هو مجرد ان انت تاخد صوره او تسجل فيديو. فالكاميرات اللي هنا كويسه على الفئه السعريه اللي فيها التابلت ده، ومش منتظر منها ولا من الفئه السعريه دي اكتر من كده. طيب دلوقتي احنا تقريبا خلصنا كل المميزات اللي كانت موجوده في التابلت، ايه العيوب اللي انا شفتها من وجهه نظري؟ هما عيبين اتنين فقط لا غير. اول عيب فيهم ممكن اقدر اسامح ريلم عليه، وتاني عيب لا يمكن اسامح ريلم عليه. اول عيب اللي اقدر اسامح ريلم عليه هو ان التابلت ده معهوش قلم، ودي اول تجربه ليهم، فانا اعذرهم ان هو معهوش قلم، لان هم ما عندهمش خبره في ان انت ازاي تعمل قلم. هم طبعا مش وحشين وما عندهمش خبره، دي حاجه وحشه، لا، بس هم لسه بيدخلوا سوق التابلت ويعملوا لنا التابلت بالابهار ده، يبقى اكيد تاني تجربه من الريلمي باد او الريلمي باد 2 اللي هتنزل ومعاها قلم هتكون تجربه مختلفه خالص. ولكن كنت اتمنى ان انا استغل حجم الشاشه ده في ان انا مثلا اخد نوتس سريعه بالقلم، اكتب شغلي، وفعلا يعني كان هيبقى بالنسبه لي انا اعظم تابلت نزل في الكوكب كله. تاني حاجه ما اقدرش اسامح ريلمي عليها، دي بقى حقيقه زي ما انتم شفتوا في فتح الانبوكسنج، ان كل محتويات العلبه دي هو الشاحن، شويه كتالوجات، التابلت، الموضوع خلص لحد كده. ولا في سكرين بروتكتور، ودي ممكن اعديها ان معظم التابلت ما بينزلش معاه سكرين بروتكتور، اوكي، لكن فين الجراب؟ الجراب هنا مشكله. لو انا دلوقتي عايز اتفرج على فيلم لازم اسند التابلت ده على حاجه معينه، لو انا عايز مثلا اشتغل عليه او برد على ميلاد لازم حاجه معينه، طب ما كنتوا تعملوا لنا، انا ما بطلبش كيبورد في القلب جراب، لا، انا عايز مجرد جراب ماجنتيك عادي جدا بيتقفل ليه مستويين ولا ثلاثه اقدر اسند عليهم التابلت واتفرج على الحاجه اللي انا عايزها. طيب العيب ده ممكن ترد عليا وتقول لي ما هو في السوق هيتوفر له، ده في حاله لو عمل مبيعات والناس بقت عليها الطلب كبير جدا، ولكن اعتقد دي تجربه اوليه للريلمي، مش هتجيب منه كميات كبيره قوي في ظل كمان ظروف اجواء الشحن اللي موجوده في مصر بشكل صعب قوي. فيعاب على ريلمي ان هم ما قدروش يوفروا جراب مع التابلت ده، ولا في البري اوردر ولا حتى مع الشراء المتاح جوه العلبه، فدي حاجه ما اقدرش اسامح ريلمي عليها. الخلاصه والزتونه في الريلمي باد، تشتري الريلمي باد ده امتى بالظبط؟ اولا لو انت واحد بتحب تلعب جيمز على شاشه كبيره ده هيكون افضل تطبيق ليك، معاك معالج جيمنج في الفئه المتوسطه وفي الفئه اللذيذه اللي هو الجي 80، معالج كويس جدا. ما لو انت طبعا جيمنج هتروح مع الرامات الستة والذاكره ال 128، لكن لو انت شخص بس عايز يفتح يوتيوب انستجرام عليه يتفرج على نتفليكس الحاجات البسيطه دي، ما انصحكش تروح مع النسخه ال 628، هتبقى حاجات كبيره جدا، خاصه ان استخداماتنا للتابلت او للباد عامه مش هتكون استخدامات كبيره قوي، فانت خليك في النسخه ال 332. طبعا التابلت ده ما فيهوش سماعات مكالمات، فانت بتحط 3.5 ملم جاك وتتكلم منه،
فعلشان كده بقول لك لو انت جيمر هتروح مع 628، لو انت مش جيمر وحد بيحب يتابع بس شويه حاجات على يوتيوب او نتفليكس عادي جدا او اي جي بيست الغلابه، فانت هتروح مع النسخه 332، هتكون كافيه جدا 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 لاستخدامها، خاصه ان الواجهه هنا خام، فبعد ما نزلت عليه بعض الالعاب زي ببجي واسفلت 9 والفيس والانستجرام والواتساب كان باقي لي حوالي 16 جيجا، فده طبعا رقم كويس جدا. تابلت ده ينفع الاطفال؟ اه ينفع الاطفال وبشده، خاصه ان هم عاملينه معدن مش بيلق اهو، فبالتالي انت هتلاقي معاك حمايه متكامله جدا، ولكن حاول تجيب له كفر يكون كويس ليه علشان طبعا حمايه الاطفال، لكن هو من ناحيه مناسب لجميع الاعمار؟ اه. مناسب للناس الكبيره؟ ايوه. اسعاره كانت ممتازه جدا، انت بتشتري تابلت ب 4000 جنيه والنسخه الاكبر منه ب 5000 جنيه، فانت تقريبا يعني انت بتشتري تابلت ممتاز جدا جدا جدا، قيمه مقابل سعر حلوه قوي، وده حرفيا زي ما انا قلت والله ما بعايا الريلمي خالص، ولكن دي حقيقه مطلقه ويمكن سمعتوها من كل زمايلي، هو اعلى تابلت نزل في مصر قيمه مقابل السعر اللي انت بتدفعه. شوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وفعل زر الجرس، ونشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.